بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآيات في الجهاد والهجرة، فأما الجهاد فهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه، لأن هذا الدين يقوم على أمرين: على الدعوة إلى الله وعلى الجهاد في سبيل الله. فمن كفته الدعوة وأسلم انقاد لله عز وجل هذا لا حاجة إلى جهاده وهو من المسلمين، وأما من لم تجدي فيه الدعوة بعد البيان وأصر على الكفر وصار منه أذى وتعد على المسلمين وصد عن سبيل الله فهذا لا بد من جهاده لكف شره عن الإسلام والمسلمين. والجهاد له فضل عظيم كما سيأتي، وهو سنام الإسلام كما في الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد
بقيادة ولي الأمر الذي ينظمه ويأمر به ويقود المجاهدين بنفسه، أو ينيب من يقودهم نيابة عنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وليس الجهاد فوضى بدون تنظيم وبدون إسناده لولي الأمر، أمر المسلمين، لا فوضى وليس جهادا، ولا يؤدي إلا إلى فتنة وشر. ما إذا كان الجهاد قائما على إشراف ولي الأمر وتنظيمه وتدبير قيادته، فهذا هو الجهاد الصحيح المثمر. وأما الهجرة فهي الانتقال، أصل الهجر الترك، المراد بها هنا الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين وتكثيرا لسواد المسلمين، هذه هي الهجرة، ليس مجرد الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يكون هجرة، حتى يكون بقصد الفرار بالدين والانضمام للمسلمين، تكثير سوادهم والجهاد معهم، هذا هو المقصود بالهجرة. ولا بد من إخلاص النية بالهجرة، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الأعمال بالنيات، والهجرة لها فضل عظيم، ثواب جزيل، لأن الإنسان يترك بلده، يترك بيته، يترك ماله، ويخرج مهاجرا إلى الله ورسوله، فيه فضل عظيم وثواب جزيل. فالهجرة والجهاد قرينان في كتاب الله عز وجل. وهذه الآيات جاءت الجهاد والهجرة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا، جهاد لا يكون إلا من مؤمن. إذا ضربتم يعني سافرتم في سبيل الله، يعني لأجل الجهاد في سبيل الله تحت راية مسلمة. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تثبتوا في أموركم، لا تستعجلوا تصرفات، تثبتوا تبينوا تثبتوا. سبب نزول الآية أن جماعة من الصحابة بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد، فلقيهم رجل معه غنيمة، يعني غنم قليلة، فألقى عليهم السلام، قال: السلام عليكم. فظنوا أنه إنما قال ذلك ليسلم من القتل، فقتلوه رضي الله عنهم، تسرعوا وقتلوه وأخذوا الغنم. عاتبهم الله سبحانه وتعالى على ذلك: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، بل اقبلوا
ظاهره ما دام سلم عليكم هذا دليل على أنه مسلم، اقبلوه على ظاهره حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وكذلك كل من دخل في الإسلام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يكف عنه ويعتبر مسلما حتى يظهر منه ما يخالف ذلك فيعامل بموجب ما صدر منه. فأخذوا الغنم وأساءوا الظن بهذا الرجل وقد أخطأوا في هذا، عاتبهم الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني في الجهاد، سافرتم للجهاد، فتبينوا فيما يعرض لكم من العوارض، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لأنكم لا تعلمون ما في قلبه، تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني طمعا في هذه الغنم، هذا لا يجوز. فعند الله مغانم كثيرة خير من ما أخذتم من هذا الرجل، عنده الجنة، عنده المغانم في الجهاد التي يغنمها المسلمون من أموال الكفار، فعند الله مغانم كثيرة، فلماذا استعجلتم تصرفتم هذا التصرف؟ عاتبهم الله سبحانه على ذلك لأنهم أخطأوا ولم يتثبتوا، أن من أظهر الإسلام وجب الكف عنه ولا يساء به الظن، والذي في القلوب لا يعلمه إلا الله، ليس لنا إلا الظاهر. في واقعة ثانية، خرج جماعة من الصحابة مجاهدين في سبيل الله وأدركوا رجلا، يعني أسامة بن زيد رضي الله عنه رجل من الأنصار، يعني تغلبوا على الكفار ولحقوا رجلا منهم ليقتلوه، فلما رفعوا السيوف عليه قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله. استعجل أسامة بن زيد رضي الله عنه فقتله بعد ما قال لا إله إلا الله، يظن أنه إنما قالها يتقي بها السيف، وأمسك عنه الأنصاري. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا على أسامة وقال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها يتقي بها السيف. قال: هلا شققت عن قلبه؟ هلا شققت عن قلبه؟ ماذا تقول للا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال يكررها عليه، يلومه ويوبخه، حتى ندم أسامة بن زيد رضي الله عنه ندامة شديدة على ما فعل. استدل العلماء بذلك على أن من أظهر الإسلام يقبل منه ويحكم بإسلامه وينظر
في حاله بعد ذلك، فإن استقام عليها وعمل بمقتضاها فهو مسلم، وإن خالفها وجاء بما يناقضها فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله، يجرى عليه الحكم الشرعي. فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل، يذكر الله الصحابة بحالهم قبل الإسلام، كنتم كفارا فمن الله عليكم بالإسلام، هذا الرجل كان كافرا وتلفظ بكلمة الإسلام فهو مثل حالكم من قبل، كنتم كفارا فلما أظهرتم الإسلام حقنت دماؤكم وأموالكم، هذا الرجل مثلكم يجب حقن دمه ويجب احترام ماله، حرمة ماله ودمه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم بالإسلام، وهذا الرجل من الله عليه بالإسلام، هذا ما ظهر منه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ثم قال فتبينوا يعني تثبتوا، هذا تأكيد لما سبق، فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده ظاهرها وباطنها، لا يستوي عنده سبحانه وتعالى. أما أنتم فليس لكم إلا الظاهر، أما البواطن فعلمها إلى الله سبحانه وتعالى، يعلم ما في الصدور. هذا حاصل هذه القصة وتفسير هذه الآية الكريمة، وهي قاعدة عظيمة في الإسلام، أن من أظهر الإسلام نطق بالشهادتين أو جاء بكلمة تدل على إسلامه فإنه يقبل منه ويحقن دمه ويحرم ماله، يعتبر مسلم. ثم بين سبحانه وتعالى فضل الجهاد، بين فضل الجهاد، فقال سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. كان أصل الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله أفضل من القاعدين الذين لم يجاهدوا في سبيل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، القاعدون عن الجهاد، والمجاهدون في سبيل الله. فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، درجة من درجات الجنة، قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فلما سمع هذه الآية المعوقون من الصحابة الذين لا يستطيعون الجهاد لتعويق فيهم مثل الأعمى والأعرج والمريض، لما سمعوا هذا وهم لا يقدرون على الجهاد
أهمهم ذلك وندموا وتأسفوا وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن لا نطيق الجهاد لا نطيق الجهاد فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر كالأعمى والأعرج والمريض والفقير الذي لا يستطيع الخروج للجهاد قال الله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج يعني في ترك الجهاد وقال في الآية الأخرى ليس على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم ليس على المرضى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم هؤلاء معذورون في الجهاد غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى درجة من درجات الجنة وسيأتي زيادة على هذا في الآية فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى شوف قال وكلا من القاعدين من المؤمنين والمجاهدين كلا وعد الله الحسنى لئلا يظن القاعدون أنهم خرجوا من الإيمان وأنهم ليس لهم ثواب ولا أجر قال وكلا وعد الله الحسنى المجاهدون وقاموا بالواجب والقاعدون قصروا ولكن لا ييأسوا من رحمة الله الله جل وعلا وعد الجميع بالحسنى وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة درجات ليست درجة واحدة فضل الله المجاهدين على القاعدين درجات منه ومغفرة ورحمة كان الله غفورا رحيما في الأول أجمل فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة ثم فصل سبحانه وتعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما فضائل عظيمة في الجهاد في سبيل الله عز وجل هذا في الجهاد الهجرة قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا نزلت هذه الآية في جماعة من المؤمنين تركوا الهجرة وجلسوا في مكة تركوا الهجرة من غير عذر من غير عذر جلسوا في مكة شحا ببيوتهم وبأموالهم وببلدهم فتسلط عليهم الكفار
تسلط عليهم الكفار. ولما جاءت غزوة بدر خرج بهم الكفار قهرا، خرجوا بهم معهم، كثروا سواد الكفار، بعضهم قاتل المسلمين، بعضهم كثر الكفار سوادهم، ولو كانوا مكرهين الله لم يعذرهم، لأنهم ليس لهم عذر، ليس لهم عذر، الذين لهم عذر سيأتي ذكرهم، فهم تركوا الهجرة من غير عذر وكثروا عدد الكفار في غزوة بدر، وأجبرهم الكفار على القتال، فقتل بعضهم، قتل بعضهم في بدر، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة، يعني ملائكة الموت، لأن الموت له ملائكة، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، يعني ملائكة الموت، وهم لا يفرطون، وهم أعوان لملك الموت، ملك الموت معه أعوان قبض الأرواح، يجمعون الروح من البدن، فإذا اجتمعت أخذها ملك الموت وقبضها ملك الموت، توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم بترك الهجرة، توفوا على هذه الحالة تاركين للهجرة، فصاروا ظالمين لأنفسهم حيث لم يهاجروا مع إخوانهم ويكونوا مع المسلمين ويجاهدوا مع المسلمين، حتى تمكن الكفار من حملهم على قتال المسلمين والخروج بهم. لما توفوا وقت النزع وقت الموت تقول لهم الملائكة توبخهم: فيما كنتم؟ أنتم مع الكفار، لماذا تركتم إخوانكم المسلمين؟ لماذا خرجتم معهم وقاتلتم معهم؟ لماذا؟ توبخهم ملائكة الموت: فيما كنتم؟ في أي مكان أنتم؟ ومع من أنتم؟ اعتذروا وقالوا: كنا مستضعفين بلا، يعني مجبرين على، نحن مجبورون على الخروج ومجبورون على القتال مع الكفار. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة؟ لماذا لم تهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام حتى تسلموا من مثل هذا؟ فهذا نتيجة ترككم للهجرة من غير عذر. ألم تكن أرض الله واسعة؟ ما هنا دار إلا مكة، دار الكفار في ذاك الوقت، أرض الله واسعة، لماذا لم تهاجروا تفروا بدينكم من قبضة الكفار؟ هذا توبيخ من الله، توبخهم الملائكة الكرام على هذا الموقف المشين، وهذا نتيجة ترك الهجرة من غير عذر شرعي. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ بلى، أرض الله واسعة، قال الله جل وعلا: أولئك مأواهم جهنم، وهذا وعيد، وإن كانوا مسلمين، المسلم قد يدخل النار بسبب معاصيه، ومنها ترك الهجرة، فهذا من باب الوعيد، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، ساءت جهنم مصيرا ونهاية لأهلها، فأولئك مأواهم جهنم، فهذا وعيد على من ترك الهجرة وهو يقدر عليها، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
ثم استثنى المعذورين الذين أقاموا في بلاد الكفر لأنهم لا يقدرون على الهجرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني الصغار، مستضعفين من الرجال كالمرضى وكبار السن الذين لا يقدرون على الهجرة، ما أقاموا رغبة في بلاد الكفار وإنما أقاموا للضرورة، الله عذرهم في ذلك كما عذر الذين لم يجاهدوا في سبيل الله للمرض أو للعمى أو للعرج أو للفقر، إلا المستضعفين من الرجال والنساء، معروف النساء ضعف النساء، حتى النساء هاجرت من مكة، النساء خرجت مهاجرة في سبيل الله، كثير من الصحابيات هاجرن بمفردهن من مكة إلى المدينة، لكن الغالب على النساء الضعف، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني الأطفال، لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون حيلة يتحيلون بها على التخلص من الكفار، ولو خرجوا للهجرة لا يهتدون سبيلا، ما يعرفون الطريق، ربما يضيعون ويتيهون في البر يهلكون، فهم لا يعرفون الطريق حتى يهاجروا، وليس عندهم مقدرة في أبدانهم وأموالهم، مستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة للهجرة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. شوف، ما قال أولئك يعفو الله عنهم، بل قال عسى الله، ترجي، لكن يقول العلماء إن عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، مثل لعل الله، ترجي لكنه واجب من الله، أما من المخلوقين غير واجب، يمكن يحصل ويمكن لا يحصل. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا كثير العفو، غفورا كثير المغفرة للمؤمنين والمعذورين الصادقين في نياتهم، هذه فيها فرج لهؤلاء، فيها فرج لهؤلاء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: جئت للعمرة قبل سنوات، أديتها ولكن نسيت الحلق أو التقصير، ما الذي يلزمني الآن؟ الذي يلزمك الآن أن تبادر بالحلق والتقصير، تعيد عليك ملابس الإحرام وتبادر بالحلق أو التقصير في أي مكان، الحلق والتقصير ولو كان خارج الحرم ولو في بلدك ما يخالف، فتبادر بإعادة ملابس الإحرام ثم تحلق أو تقصر، وبذلك تتم عمرتك والحمد لله. لكن إن كان حصل منك جماع لزوجتك فإنك مع الحلق أو التقصير تذبح فدية في مكة، تذبح فدية في مكة
وزعها على فقراء الحرم، وإذا لم تقدر تصوم 10 أيام. نعم. يقول: هل يجوز التبرك بماء زمزم وكيف يكون التبرك به؟ نعم، يجوز التبرك بماء زمزم لأن الله جعله مباركا، لأن الله وضع فيه البركة، فهو يشرب للشفاء ويشرب لطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، لأنه ماء مبارك. نعم. يقول: ما فرق صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بدون طواف؟ لا أصل لهذا ولا يشرع هذا. صلى خلف مقام إبراهيم للطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما فرغ من الطواف صلى عند مقام إبراهيم عملا بقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. يقول: طلب مني شخص أن أحضر النبي ما دام هدية، ما دام هدية خذ هذا المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويحث على الهدية بين الأصدقاء والأصحاب، لأنها تورث المودة والمحبة. نعم. يقول: ما حكم الجمع بين تكبيرة الإحرام والركوع في الصلاة؟ تكبر تكبيرة الإحرام لا تنوي بها الركوع وأنت واقف، تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، لأنها ركن من أركان الصلاة. وأما تكبيرة الركوع في هذه الحالة فليست واجبة، إن شئت أتيت بها وإن شئت لم تأتي بها. نعم. يقول: هل التنعيم ميقاتا للمعتمر القادم من خارج هذه المملكة؟ الخارج يحرم من الميقات الذي في طريقه، مواقيت لأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل العراق والمشرق ذات عرق. فإذا مررت بالميقات تريد الحج أو العمرة فلا بد أن تحرم منه، ولا تؤخر الإحرام إلى التنعيم. التنعيم إنما هو للذي ينوي العمرة وهو في مكة، فيخرج إلى التنعيم، يخرج إلى التنعيم ويحرم منه. الذي في مكة يريد أن يعتمر يخرج إلى التنعيم ويحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر بعد الحج أرسلها مع أخيها إلى التنعيم لأنه أدنى الحل فأحرمت منه. نعم. يقول سماحة الشيخ: هل من نصيحة عامة للمواطنين والمقيمين بالتعاون مع تعليمات الدولة بتخفيض عدد الحجاج بسبب هذه المشاريع القائمة في مكة والمدينة؟ وهل طاعة ولي الأمر واجبة في هذا النداء الذي وجهه؟ نعم، هذا لمصلحة المسلمين، العمل بهذا النداء هذا لمصلحة المسلمين عن الزحمة وعن الخطر. نعم. يقول: عندي أبناء يكثر عندهم المرض طوال السنة وخاصة في رمضان، مما يجعلهم غير قادرين على الصيام في بعض الأيام، فما الحكم؟ وهل إذا أفطروا عليهم القضاء أو الإطعام؟ إذا عجزوا عن الصيام يفطرون للمرض، إن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لا بد من القضاء. إذا ذهب عنهم المرض يقضون بعد رمضان. نعم. يقول: والدتي تمنعني من الذهاب وزيارة بعض أقربائي وتقول بأنها لن تسامحني إذا ذهبت إليهم، فماذا أفعل؟ لا تطيعها في هذا، اذهب وزر أقاربك وصل رحمك
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. يقول سماحة الشيخ: ما حكم من يصر على حلق اللحية ويقول بأنها سنة؟ حرام، حلق اللحية حرام، فالذي يصر على حلقها يصر على الحرام، وهذا يحولها من محرم إلى كبيرة إذا أصر عليها. عليه يتقي الله عز وجل وأن يوفر لحيته، يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أرسلوا اللحى. أوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يعصي الرسول؟ يوفر لحيته وهي جمال له، الحمد لله، هي جمال وكمال للرجل، فارقة بينه وبين المرأة. نعم. من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ لا يجب الوداع للعمرة، إنما هذا للحج فقط، لكن إذا طاف للوداع زيادة خير فلا بأس. نعم. يقول: جئت من بلدي واعتمرت وسأعود غدا إن شاء الله، هل أقصر وأجمع الصلاة في مطار جدة قبل السفر؟ نعم، ما دام خرجت أنت مسافر، من خرجت من بلدك إلى أن ترجع إليه، فتقصر الصلاة، تجمع إذا احتجت للجمع، إلا إذا صليت مع من يتم الصلاة فإنك تتم الصلاة تبعا للإمام. نعم. ما حكم من صلى الظهر في صحن المطاف وهو متقدم على الإمام، هل صلاته صحيحة؟ إذا كان بين الإمام وبين الكعبة لا تصح صلاته، إذا كان بين الإمام وبين الكعبة لا تصح صلاته، يعيد الصلاة. أما إذا كان على أحد الجوانب وليس بين الإمام وبين الكعبة فلا بأس. نعم. يقول سماحة الشيخ: ما صحة حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ حديث صحيح، الحديث صحيح، وأن الصدقة وإن كانت قليلة ففيها فضل عظيم، ولو نصف تمرة، شق تمرة يعني نصف تمرة. جاءت امرأة فقيرة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعها ابنتاها صغيرتان، فأعطتها عائشة ثلاث رطبات، ثلاث تمرات، فأعطت كل بنت تمرة ورفعت الثالثة إلى فمها لتأكلها، فطلبت البنتان منها هذه التمرة فقسمتها بينهما ولم تأكل شيئا، فعجبت عائشة من هذا، ذكرت هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها الجنة لذلك. نعم. يقول سماحة الشيخ: ما قولكم في شبهة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية؟ ما بلاد نجد التي فيها الشيخ ما هي تحت حكم الأتراك، ما هي تحت حكم الدولة العثمانية، إمارتها بيد أهلها، إمارتها بيد أهلها، ما للدولة عليها سلطان. نعم. يقول: هل المساجد التي في مكة جميعها تضاعف فيها الصلوات إلى 100,000؟ نعم، هذا هو الصحيح، من جميع ما هو داخل الأميال أنه المسجد الحرام تضاعف فيه الصلاة. نعم. يقول: زوجتي تتثاقل عن أداء الصلوات وأنصحها وأذكرها دائما وأفهمها، لكن أحيانا تتثاقل، فكيف أتعامل معها؟ نعم، استمر معها في إلزامها بالصلاة ولا تتهاون معها، استمر معها واصبر ولا تتهاون معها أبدا. نعم. يقول: من كان يعيش في بريطانيا وهو مولود في تلك البلاد ومسلم، هل تجب عليه الهجرة وكيف يفعل؟ إذا كان لا يقدر على إظهار دينه، يمنعونه من إظهار دينه، يتجب عليه الهجرة. نعم.
يقول هناك أطعمة يوضع فيها شحم الخنزير، ما حكم أكل هذه الأطعمة؟ حرام، حرام، لأن الخنزير كله حرام، لحمه وشحمه كله حرام، لأنه رجس، خنزير رجس يعني نجس. نعم. هل يجوز أخذ المال على تغسيل الميت؟ نعم يجوز، لكن كونه يحتسب الأجر أحسن له من أخذ الأجرة، لكن إذا كان ما يغسل الميت إلا بأجرة يأخذها وليس له أجر. نعم. ما حكم الميراث الذي لم يوزع ومضى عليه سنوات؟ هذا راجع إلى الورثة، إذا كانوا يريدون قسمة الميراث تقدمون للقاضي والقاضي ينظر في قضيتهم، ينظر في قضيتهم، لكن ربما يكون المانع فيه مانع من القسمة، القاضي ينظر في هذا. نعم. يقول بالنسبة للتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد الفجر والمغرب، هل تقال بعد الاستغفار؟ نعم بعد الاستغفار، بعد ما يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، استغفر الله 3 مرات ثم يأتي بالتهليلات 10. نعم. يقول لو كان هناك فرصة لداعي سلفي أن يتكلم ويدعو الناس إلى الحق في مكان معروف للحزبيين أو لمكان من أهل البدع كمساجدهم أو مراكزهم، فهل ينبغي أن يأخذ الفرصة ويتكلم؟ يا أخي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المشركين في تجمعاتهم ويدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى التوحيد، اذهب إليهم وادعهم، ادعهم إلى الحق وإلى السنة وإلى منهج السلف الصالح، ولك الأجر في هذا، ولعل الله أن يهديهم أو يهدي بعضهم. نعم. يقول عندي إشكال في مسألة الإنكار على المخالف، فمتى يكون الإنكار على المخالف في المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم، أم أنه لا يكون هناك إنكار بإطلاق في مسائل الخلاف؟ إذا كنت عندك أهلية علمية تعرف الراجح من المرجوح، تعرف الدليل، بين هذا للناس، اللي يقبل الحمد لله واللي ما يقبل أنت بلغته الحمد لله. نعم. يقول سماحة الشيخ ينشر بعض الناس على الإنترنت أنكم تحذرون من المتخاذلين الذين خذلوا الإسلام، وقال منهم الشيخ ربيع المدخلي، فما هو ردكم على هؤلاء الذين يفترون الكذب على العلماء وعلى أهل العلم، وما نصيحتكم للطلاب الذين ينشرون هذه الأقوال؟ نصيحتي للطلاب أنهم يطلبون العلم ويتركون هذه الأمور، لا يدخلون فيها ولا يقولون قال فلان وقال فلان، لا بالإنترنت ولا بغيره، يشتغلون بطلب العلم، معرفة الحق والعمل به، ويتركون أقوال الناس، تخطئة فلان وتصويب فلان، هذا ما هم من شأنهم، شأنهم طلب العلم، معرفة الحق والعمل به. نعم. يقول هل ورد دعاء في شهر شعبان عند دخوله؟ كل الأشهر إذا رأى الهلال يأتي بالذكر الوارد عند رؤية الهلال، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد، وهكذا الذي ورد عند رؤية الهلال في رمضان وفي غيره وفي شعبان وفي غيره، كل هلال، كل هلال شهر يأتي بهذا الدعاء إذا رأى الهلال. نعم. تقول السائلة هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى أماكن التزيين لتتزين علما بأن المزين امرأة؟ لا لا، تتزين في بيتها والحمد لله، تتزين في بيتها ولا تذهب إلى بيوت الناس أو الكاشيرات أو ما أدري إيش تذهب إليه، لا،
تزين في بيتها، وإذا كان عندها امرأة تزينها في بيتها هذا شيء طيب. نعم. نرجو بيان الرقية الصحيحة، كيف يرقى الإنسان المريض؟ يقرأه يرقيه بالآيات والأحاديث والأدعية الواردة، يقرأ عليه سورة الفاتحة، يقرأ عليه سورة الإخلاص والمعوذتين، ويأتي بالأدعية الواردة في الرقية. نعم. هل المؤذن إذا أذن وهو على غير طهارة أذانه صحيح؟ نعم، ما يشترط الطهارة للأذان، مستحب، يستحب أن يؤذن على طهارة، وإذا أذن على غير طهارة فأذانه صحيح. نعم. ما هو القول الراجح في زكاة الذهب الملبوس؟ الراجح أن الذهب المعد لللبس لا زكاة فيه، هذا قول جمهور أهل العلم. نعم. يقول: أعمل في حراسة في شركة، ولكن تشاجرت مع أحد الزبائن، زبائن الشركة، وكان سكرانا وهددني بالسلاح فتركت الشركة خوفا من أن أتعرض للأذى، وما زال راتبي ينزل، فهل هذا المرتب حلال علي؟ لا، إذا كنت ما تعمل لا يحل لك الراتب، إذا كنت ما تعمل لا يحل لك الراتب، لأن الراتب في مقابل العمل، وأنت تركت العمل يغنيك الله عنه. نعم. ما حكم تشغيل العمال والعاملات المخالفين للأنظمة؟ لا يجوز، هذا معصية لولي الأمر وفيه ضرر على المسلمين، لا بد من التزام النظام في هذا. نعم. يقول سماحة الشيخ، يقول: بالنسبة لصلاة الجنازة في التكبيرة الأولى ماذا يقرأ فيها؟ وهل نقرأ دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة ثم الفاتحة ومعها سورة؟ ما فيها استفتاح، صلاة الجنازة ما فيها استفتاح، تبدأ بالاستعاذة من الشيطان ثم تقرأ الفاتحة. نعم. يقول: مجموعة من الأصدقاء وضعوا شرطا للذي يغتاب ومن يسانده في الغيبة أن يدفع ريالين، هو والذي يسانده لباقي الأصدقاء، أو يأخذ أحدهم هذا المال ويتصدق به على الفقراء. إيش؟ مجموعة من الأصدقاء وضعوا شرطا بينهم للذي يغتاب ومن يسانده في الغيبة أن يدفع ريالين، هو والذي يسانده لباقي الأصدقاء، أو يأخذ أحدهم هذا المال ويتصدق به على الفقراء، هل يجوز ذلك؟ يعني يستثمرون الغيبة، يأخذون عليها دراهم. من قال هذا؟ عليهم أنهم ينهون عن الغيبة ويمنعونها في مجالسهم وينكرون على المغتابين. نعم. يقول: نود من سماحتكم بيان حكم مشاهدة الأطفال للرسوم المتحركة. لا يربى الأطفال على الصور المتحركة، صور ذوات الأرواح، ما يربون عليها، حرام، فيها ألعاب غير صور، إن يجي يشترونها لأولادهم يشغلونهم بها، ما فيها صور. نعم. يقول: أنا من دولة الهند ولدي جيران يطوفون بالقبور ويسجدون عند القبور وهم كثير في قريتنا، ما موقفي تجاه هؤلاء؟ وهل يجوز لي التعامل معهم والحديث معهم وأنا أخشى من أذاهم وهم مسلمين؟ عليك النصيحة لهم والبيان لهم، هذول جهال، انصحهم وعظهم ووزع عليهم كتب التوحيد ورسائل التوحيد لعل الله أن يهديهم. وأما التعامل معهم في المباح، تعامل معهم في الأشياء المباحة فلا بأس، بيع وشراء. نعم. يقول سماحة الشيخ بارك الله فيكم، ما حكم صلاة الراتبة في السفر وكذلك صيام التطوع؟ نعم، صيام التطوع لا بأس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر تطوعا، وكان يتهجد في الليل حيثما توجهت به راحلته، توجه
تهجد على الراحلة، وكان لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، فأنت تعمل ما تستطيع من هذه الأمور. نعم. يقول سماحة الشيخ: ما حكم بعض الدعاء الذين أصبحوا يجيزون الاختلاط وأعياد الميلاد وينكرون على الولاء علنا ويؤيدون المظاهرات حتى تأثر بهم بعض الشباب المتدينين، فأصبح طالب العلم المتمسك بما عليه العلماء الكبار غريبا بين هؤلاء؟ يصبر على الغربة ويصبر على الحق ويبين للناس هذه الأخطاء ويحذرهم منها. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من يقول أن طاعة ولي الأمر ليست في زماننا هذا، وهو لا يؤمن بها وإنما يؤمن بأن الحاكم ملزم بدستور، إن وفى به فله الطاعة وإن لم يوف به فلا طاعة له؟ هذا عاصٍ لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذا مذهب الخوارج، ما هم مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. هل إذا دخل الرجل للمجلس فقام الناس احتراما له بدون مصافحة، هل يجوز هذا القيام؟ إذا كانوا يقومون يسلمون عليه ما في بس، إذا كانوا يقومون من أجل السلام عليه، أما إن كانوا يقومون احتراما فقط هذا لا يجوز. نعم. هل يجوز لنا جمع صلاة العصر مع الجمعة كوننا سنسافر بعد صلاة الجمعة؟ لا لا، العصر ما تجمع مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، ولأن هذا لم يرد عن السلف أنهم يجمعون العصر مع الجمعة. نعم. ما حكم الأكل والشرب باليد اليسرى؟ مكروه، حكمه أنه مكروه، والسنة أن يأكل ويشرب بيده اليمنى لئلا يتشبه بالشيطان، فإن الشيطان يأكل ويشرب بيساره. نعم. هل يجوز أن أقرأ القرآن في السجود؟ لا، حرام قراءة القرآن في الركوع أو في السجود. يقول صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم. يقول: ما حكم من ابتلي بالمعصية ثم يتوب ثم يعود إلى تلك المعصية؟ يكرر التوبة ولا يقنط من رحمة الله، كل ما أذنب يتوب إلى الله توبة صحيحة. نعم. من تيمم على وسادة في المستشفى بدون غبار هل صلاته صحيحة؟ لا، ما فيها، اللي ما فيها غبار ما يتيمم عليها، لابد من غبار أو تراب، لازم من غبار طاهر أو تراب. إن كان الأرض موجودة يجي يوصي واحد يجيب له تراب. نعم. ما حكم اتخاذ العصا بالنسبة للإمام في خطبة الجمعة؟ سنة، سنة أن يعتمد على قوس أو على عصا. نعم. وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ لا، على خلاف النص، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إخراجها من الطعام، صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، قدرها بالصاع وأمر بإخراجها من الطعام. والنقود لا تقوم مقام الطعام بالعمل بالسنة. نعم. ما حكم ختان الإناث؟ مباح، ختان الأنثى مباح، لكن من غير إسراف، لابد أن يكون بيد امرأة تحسن الختان، تسمى الخافضة، امرأة تحسن الختان. نعم. متى نقوم للصلاة؟ هل إذا بدأ المؤذن يقيم الصلاة أو عند قول قد قامت الصلاة؟ كل واحد تقوم، المهم أنك تقوم للصلاة. نعم. يقول: نحن نقيم في دولة تحكم بالقوانين الوضعية الكافرة، فما واجبنا تجاه هؤلاء الحكام؟ هل نحكم عليهم بالكفر أو نخرج عليهم؟
لا تخرجون عليهم ولا ندري عن عذرهم، ربما يكون لهم عذر ما تدرون عنه، الله أعلم. فإذا ما طاب لكم المقام اتركوهم روحوا البلد آخر. نعم. يقول: كيف تكون التوبة من الذنوب الكبيرة التي تتعلق بحقوق العباد ويصعب التحلل منها؟ إذا صعب التحلل منها فإنك تستغفر لهم، تثني عليهم. نعم. يقول سماحة الشيخ، يقول: هل يجوز أو هل يعتبر شراء المصحف جائز ووضعه في الحرم كصدقة جارية؟ طيب، هذا طيب. والمصحف كان يباع في عهد السلف، كانوا يبيعونه، ولأنه ما يمكن تحصل على المصحف إلا بالشراء، كيف تحصل عليه بدون الشراء؟ هل أنت على استعداد تكتب مصحف لك؟ اشتري يا أخي.